دقيقة يا عناي، دقيقة 5 دقائق عشان نربط العناي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مدنية؟ تقول مدنية؟ ضبط، الواحد ما يقدر يتصورها. المهم انه الناس دي اشتغلوا فينا بـ 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 بدون رحمة، بدون رحمة يعني، دخلوا علينا دخلة بتاعت يعني ما يعني ما عارف اقول يهود يا يعني، ما شياطين ما بشر، ناس دي ما في قلوب ما في رحمة. اولا القتل، القتل اللي حصل داخل الميدان يفوق عدد اللي بتحصل، بيقولوا عليه اعداد اللجان الاطباء والبث في قناه الجزيره والبيبسو الان حاليا 180 مين نازل قتلهم قدام عيني انا حاليا كده، ما اقل من 500 600 نفر نعم دي بالميت، مات في الشارع بيطبحوهم. بس في سؤال واحد، قول عسكريه ولا مدنيه؟ تقول مدنيه ضبح كويس. حصل اغتصاب داخل الميدان، اغتصبوا بنات الموجودين في الميدان كلهم نعم الا من رحم ربي، الا اللي قد لها حظ انها تطلع، لكن اي بنت قاعده جوا خيام قاعده اتضربت تاكد تماما انه اغتصبوها، اغتصبوهم داخل العياده، اغتصبوهم داخل الاشعه، اغتصبوهم داخل الخيام. دي الناس الدعم السريع اللي هم وملايش غير سودانيه، نعم لازم تتكلم لغه فرنسيه بحته تمام. الاوسخ من كده الناس دي حرقوا ناس دارفور جوا الخيام، الكلام ده انا شايف بعيني بياكل الدود دي. حرقوهم داخل الخيم، حرقوا خيمتين من اهل دارفور، حرقوهم داخل الخيم، نعم حرقوهم احياء، ناس دي نايمه جوا احياء، حرقوهم كده واقفين عليهم بالبندقيه، تجي مارك بدقوه بالدبش في راسك يرموك جوا النار تاني. نعم الكلام ده حصل، ولما انها تفتح هننزل اي شيء، موثقين اي شيء بالصوره وبالصوت، موثق والكلام ده كله موثق، ما في زول يقدر ينكره. الشيء الثالث والاوسخ كويس، الناس اللي ماتوا، الناس اللي ماتوا داخل الارض الاعتصام عدد مبالغ فيه يعني، ما عارف عدده كم، الناس اللي بيشيلون بيرمون في البحر. نعم ما 40 كلام، 40 ده ما 40، نحن عندنا مصادرنا برضه داخل شرطه الانقاذ النهري وضحت لنا اعداد تفوق ال 500 شخص. وانسى من عظم وكتاب الله العلي العظيم والمعبود بالحق، وحياه عيالي وحياه ربنا وحياه اهلي، الكلام ده من داخل شرطه النقل النهري انه الاعداد دي فرد 500 شخص، نعم ما 40، فرد 500 شخص، فرد 500 شخص جرفوهم من داخل المنطقة، وبيشيلوهم ناس الدعم السريع في عرباتهم بودوهم لمكان ما معروف وين، وتاكدوا تماما انه في مقابر جماعيه بتتعمل داخل الخرطوم الان في مدرمان في بحر، انا ما قادر احدد مكانه، ظهر لكن المقابر. حد ايوه يوم صح من الايام والحق بينتصر. الشيء الثالث، الناس اللي كانت في الكوبري كلهم اتضربوا ذخيره رموهم داخل البحر، في ناس اتضربوا بالديك في راسهم رموهم داخل البحر، في ناس ضبحهم، ناس كولومبيا دول كلهم ماتوا ضربوهم ذخيره رموهم جوا تمام. في ناس من جوا ارض الاعتصام ثوار، الناس دي استهدفوا القوادم، استهدفوا القبائل، دار يعملوا فتنه قبليه، دار يعملوا ينزعوا الرحمه من قلوب الناس عشان تخش في فتنه قبليه، الناس دي استهدفوا ناس معينه، قبائل معينه في السودان، نعم استهدفوهم من الذخيره، نعم ضرب من طرف لا رحمه كبير، لا رحمه صغير، لا رحمه امراه، لا رحمه راجل عجوز، كله شايفينه الحين، وكله موثق، وكله هيصحى ان شاء الله. الشيء اللي داير اقوله للعالم من هنا واللي قدام، الناس تعرف انه المجلس العسكري ده مجلس كيزاني راغد مع الشعب السوداني بدم بارد، حمتي ما سوداني، نعم ما سوداني، نعم. والناس اللي بتقول عليه راعي وما راعي، الزول ده ما راعي، الزول ده حرامي حمير، الناس اللي ما بتعرفه تعرفه، ده الجندويت حرامي حمير، كانوا نهب مسلح في يوم من الايام، تاريخهم معروف معروف. بقول لكم الناس اللي جابوهم ديل عرب تشاد، الناس اللي حامين في الخرطوم بيضربوا في الناس، بينهبوا الناس في تليفوناتهم، تيجي ماشي يفتشوك، تعال يا زول تعال يا زول، ارفع يدك فوق، ضخ يدك في جيوبك يطلعوا قروشك. انا واحد من الناس نهبوا تليفوني، شالوا قروشي، شالوا اي حاجه عندي في جيوبي، غير كده بتدقق والفاظ بذيئه، يا لوطي يا شنو يا شنو، استغفر الله، كميه بتاعت الفاظ وسخه، كميه الفاظ وسخه، يعني انا ما استلمت لا انا لا امي لا غيره من اهلي. ليه؟ الوطن ده وطننا نحن، ونحن مواصلين في 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 سلميتنا، ومواصلين في نضالنا مهما حصل، ولو متنا عندنا اجيال بتضحي، والسودان ده مليون ميل مربع، تاكد يا حميتي، تاكد يا برهان، ليك يوم، ليك يوم يا ظالم، ولعنة الله عليكم ليوم الدين. شكرا جزيلا. شفت ده الراكز ده؟ انا بس يعني ما الفيديو قطعته كده من النص، تشاديين، وده الكلام اللي احنا قاعدين نكرره، الناس جو من النيجر من زفت الطين، اهو ده قاعدين جوا، اقعدوا تتملسوا وبتاع،
ما في اول حاجه تعمل جروبات. اسمع الكلام ده كويس، دايرنا اللقب ده كله ينتهي، دايرنا العنصريه ينتهي، دايرنا النقرات القبليه ينتهي، دايرين ما في زول يسيب زول في الميديا ولا اي حاجه. ايوه دايرين الكلام ده، اول حاجه اول خطوه. انا قلت لك ما هو قاعد، ما هو شوف لو في حرب اهليه بيجيبوها الشماليين عادينا، خدت عليك لو في حرب اهليه بيجيبوها الشماليين، لو في 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 الشماليين صفوه، مش المساكين المشلحتين اللي ما قدروا ياكلوا، الصفوه دي بيجيبوا الحرب الاهليه هم، وهم اتجندوا المراشي، وهم الفصلوا جنوب السودان، وهم كثروا الناس في القياده العامه، وهم جابوا موسى هلال، وهم جابوا هيمتي، وهم دلسوا بالوثيقه الدستوريه، وهم قاموا الناس اللي ودوهم في جبهه، وهم اي وسخ، اي كميه بتاعت وسخ ده كله كبوا هناك في الشمالين الصفوه. شفتها دي طلعوا ميتين ابو الناس، تمام؟ فانتوا دايرين الحل، هي الحل النموذجي لاستعمار لحرب اهليه، دايرينه حل واحد بس، تفتشوا مين يوم الليله ده؟ تشوفوا العساكر المرفوضين تعسفيا، الرفضون الضباط بتاع الجيش الزمان دي، كاب 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 تمسكهم، السقار بتاع الضباط طوارئ تلقطهم بالراحه على ايدك ده كويس، كاب 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 كاب، ما في زول الثاني عارف اخوه ده، تمام؟ يضبطوا اللجنه الامنيه بتاع بشير ده كده نب بين كباشي بين كضباشي معاهم والحميدتي، ويضربهم طوارئ وقتي بس، عساكر يهرشوهم طوارئ بس، ما في حاجه اسمه خطهم في السجن وبعدين المحكمه الجنائيه الدوليه ولا كده، ما في. ده الحل النموذجي. بعد ذاك حكومه، حكومه هواي بس هوي السلام عليكم رايت في لا هوي ناس دارفور ادونا انتوا كده، جبال النوبه ادونا كده، النيل الازرق ادونا كده، ناس الوسط ادونا كده، ناس الشماليه ادونا كده، شرق السودان ادونا كده، تعالوا مجالس تشريعيه وتمجيزيه طولتي بشغل وقتي اقل من 20 يوم ولا شهر، الموضوع ده كله ينتهي، فتره انتقاليه وقتي بس، وقتي كل شيء وقتي، ان تحقن الدماء ده كله، تحقن العنصريه، تحقن الجهويه، تحقن الاناج، يعني احنا مجرد ما شفنا دي فتره انتقاليه حقيقيه والكيزان ده يتخطوا والبياتات الحجمه يتكسر والاحزاب دي اتكسرت، انا بس اربع مكالمات صوتيه في الجروبات يوزعوا لي كل ناس دارفور سريع خمسه دقائق، السلاح اللي عندنا شفت كاف كاف ما دارين حقه بنجمع ونحطه في المخازن بتاع الدوله بوزير الدفاع جديد، ما عندنا اي مشكله، طوالي نبدا في عمليه بتاعت انه شنو ما دارين اي ذات واي حاجه ذات، ما دارين اي شيء على قطاطين الزمان ده، بس الناس ترجع في قراها، حميدتي انتهى، موسى هلال انتهى، عبد الرحيم حقه عبد الرحيم انتهى، اللجنه الامنيه بتاع البشير انتهى، زفت الطين انتهى، ده ما في يتحمل الجيات. شنو يعني حرب اهليه؟ حرب اهليه ده ما باكل الاخضر واليابس، شنو يعني استعمار؟ استعمار ده بمكن زول بيخلي طرف، بمكن الزول الان الزول الان اديك لعبه ثانيه اوريك، بمكن المضطهد يعني مكنني انا اكون ضدك، اكون معك واضح، يعني انا ما اغشك، انا اغشك اكذب؟ ما اكذب ليه؟ استعمار لو جاب مكنني انا ضدك انت، فانا ليه انا سوداني؟ الكلام ده مش كررته دي، انا سوداني وانت سوداني انا اكون ضدك، ليه انا اسفك دمك؟ ما اسفك دمك، ابيته والله طبعا خلاص مجبورين احنا نمشي، أن احنا مجبورين يعني ايش فوق الارض بكرامه، يعني تحت الارض بكرامه، روان ده يجي السودان يلقط العفن دي على البلد دي لما تعمل زي ده، اول الاحزاب تدمجوا زي البوش هسه جرى، وزي اسمه منو ذاك قاعد جرى قاعد يتكلم من برا بيجوا جد، مجرد ما الاحزاب دي جرت والشغله اتفرشت وكلهم جروا، والله العظيم لو ناديت واحد قلت له اسمع تعال تعال دايرينك اقوى كلاب اقول لك لا انا تعال يا اخوي عليك الله عليك الله تعال اقعد هنا في المجلس التشريعي ولا كلام، تعال يا زول يقول لك لا والله ما جاي بس، لكن موضوع بتاع قال والله صلف لنا الطقه وكهرباء، ما عندك انت مجنون في مخك، انت زمان السودان ما كان فيه كهرباء، انت ما حضرت غادي الناس يقولوا بلمبه، ما حضرت زمان البوابير، كان اي قريه ولا اي محل يكون عندها بابور ما شفته بابور ديزل كده بقول له بيه، وفي ناس ذاته ما عندهم بلمبه لمبه بجاز بشريط، لك حق لك حق، جيت في عالم جديد وانترنت وتويتر وفيسبوك ولابتوب، جيت في كهرباء قطعت والسخانه سخانه بتاعت حبوبتك، ما في حاجه ده اسمه كان كهرباء، الناس ده قاعد ياكل قرب زي ده، تقعد في دور شجر بس تتحبب كده بالحبابه، سخانه لما يفوت يجي المطر، كهرباء بتاعت حبوبتك ما في حاجه اسمه كهرباء، وانا دير رغيف ودير يا زول رغيف بتاع مين؟ السودان ده كله قام بياكل كسره طرقات وكلها كسره رحيفه وقصيده، بلاش وسخه معاك يا زول،
بلا رغيف ولا طماطم، داير تاكل كويس امورك باسطه، شيل الافن ده الوسخ ده بره، صفي ضميرك. انا الان بيتكلم وضميري صافي على فكره، واضح جدا انا احمد ده ضميري صافي. انا اول حاجه انا ضدك، اكون معك واضح. شوف في جيب لي شمالي واحد بس، واحد بس يجي يقول كلام زي كلامين انا داير اقول، حسي انا ضدك، اخدت الاتاخ ضدك ضدك، لانه انت دل البيتات الحاكمه، وانت ما انت ما ضده، انا ضدك، انا ضدك، لانه انا حليم التحضير، انا اهلي قاعدين في معسكرات النزوف واللجوء، انا الناس اللي قاعدين في الخرطوم مشرحتين، القاعدين في القضايف مشرحتين، القاعدين في حلفه مشرحتين، القاعدين في الجزيره مشرحتين، انا ضدك، انا ضدك عديل. انا الان بدعو لاهلي اني يشيل السلاح وشعر السلاح، تمام؟ السلاح ده ما شايل انه بطيخ، ما شايل انه من فرق جاهزين بيه ندافع بيه عن نفسنا قدر ما نملك، وحق مشروع، وديتهم فتوى عديل ذا انه من حقك انك انت ارضك وارضك ده واجب تحميه بالدين او بالقانون. فعشان انا ما اكون ضدك، ويمكن ربما انت زول شمالي بسيط مضطهد، انا والله الان لايفاتنا دي كلها موجهه للشمال هنا، يعني نحن يعني لايفاتنا ضد يعني موجهنا في دارفور، ولا في جبال النوبه ما قادر ياكلوا، ولا في النيل الازرق، ولا في شرق السودان، لايفاتنا دي موجهه للشماليين الصفر. عديل نحط عليك تاخ، ما ممكن اكذب؟ الحكم ده موجود وين؟ الاحزاب دي قاعده وين؟ اتدمر الناس منه؟ الكتل الناس منه؟ الفتل الناس منه؟ اخدت لك تاخ، ما في داعي للليل. احنا لما قلنا يا جماعه تعالوا نحط يدينا مع بعض نشيل الجنجويد، وحتى انا ضد الحركات المسلحه الحمجيه اللي فاتت وقعت انبطعت للكيزان، هم كيزان، ما في حاجه اسمها الان حريه والتغيير، دير كيزان، دير بيئتات حاكمه. انت ما هو انا 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 بعرف انه في ناس الجزيره دي ما في ناس ما قادر ياكلوا، انا ما واقف معاهم، في ناس في تنبول واتجاه اتجاه تنبول القرى التهد دي ما قادر تاكل، في ناس في الشماليه اللي تعبانين جدا وبيركب حمير زينا، انتوا ما تكونوا ضد. ليه انا دارفوري بقيت ضد الحركات المسلحه؟ انا دارفوري بقيت ضد عبد الواحد وضد مني وضد جبريل وضدهم كله، انت ليه ما تلقى ضدهم زي ده؟ ارجع للعفات شب يا تو، يوم انا وقفت معهم قلت الناس دي ما حمونا، الناس دي فاتوا ينبطحوا، انت ما تلقى زينا، انت ما دير زينا، اي والله انا بفجر برد دماغ، والله لما تتكيف، والله لما تتكيف. شوف البلد دي، انا ما اصلا الدوله دي ظلمتني منتي، وانا دول اصيل في الدوله والدوله ظلمتني، صح؟ اذا انا في زول ممكن وفي زول مظلوم، انا مظلوم في المرافق الحكوميه كن كويس، مظلوم في الجوازات، مظلوم في التخطيط العمراني، مظلوم في اي حاجه مظلوم. انا شوف زغلونا طردونا اوشش شنو دي كلها مسميات حقتي انا، كان في دارفور انا مضطهد، نجيب لكم القرى بتاع دارفور المحروقه والحس دي انا مضطهد، لا كهرباء لا مويه، نسواننا كان كسرت نزيف من الكو من القريه عشان نجيبها ندخلها في الولايه، والولايه ذاته بيجيب لنا واحد شمالي بريد يتخرج طب ورا الفصل بيجيبوا لنا بيقول لنا يا اخي ده 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 الدكتور هنا في 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 الجنينه ولا في الفاشر ولا في النيارة، واحد بليد ارعب، وناسنا عديل بيجيبوا نسب عاليه عشان ما يخشوا كليه الطب، رافعين كليه الطب بقروش ضخمه جدا، ما اعرف هسه بقى بكم مليون، عشان ما في واحد من جبال النوبه ولا اناي غرابي يجي يقرا وبعد ذاك عشان يمسك المستشفى بتاع الجنينه ولا بتاع الفاشر. يا احمد يا اخي ده مع الكيزار بتاع الكيزار ما تقوم عليه مواد زي ما انا قمت حريه سلام وعداله، انا ضد الحركات المسلحه. هو يا شمالي سلام عليكم. عديل نخط عليكم. جاي استعمار مكني انا بركبه وانا ما داير عليك، قال انت زور اخوي حريه سلام عداله، جاء حرب اهليه انا بركبه، ما تقول لي بعدين ما هو الذخيره دي ما هو في فارس عديل، ما هو اصلا ما يعني انا يعني ادق الشجر، يعني الحرب الاهليه ده ما بين طرفين صح؟ ونحن 80% ليه بس ان احنا ال 80% نكون ضد الشماليين ولا ضد الناس المدعين بالعروبه اللي احنا نوجه عليهم السلاح؟ ليه؟ ليه؟
طيب هنا بلوك طوالي الجمارك يا فرنجاي. ليه؟ انا خدت لك النقط في الحروف بكون معك واضح وشفاف يا اخي. انت والله كلامك ده كلام فيسبوك، كلام فيسبوك. طيب في الواقع زي ده اوريك عديل الان في الواقع، يعني اجيب لك سلاح كده اقول لك ده السلاح اللي اشتريناه، يعني ما كلام فيسبوك ده كلام واقع هناك الليله الان هسي ده. انا ما مطحت من زمان صح؟ اهلي دي جعانين مشلحتين ما عندهم قروش، ما قادر ياكلوا، ما قادر يشربوا، ما قادر يتعالجوا. لو بس حصلت، لو حصلت اي فوضى ها ممكن يتلموا في بيتك يشيلوا حقك والله جد، يشيلوا عندك قروش، يشيلوا عندك تلفون، يشيلوه. ممكن لو ابيتك يطعنوك يقتلوك. لو اضطهاد لا في شركات سمحة يشتغلوا فوق، هم بس المضطهدين، هم يعني الغبن في قلوبنا ده. أخير يا شماليين تشيلوك برا ونحن سجرك وقلوبنا بيض. الغبن اللي في جوانا ده عشان 100 نفر ولا عشان 1000 نفر ما تخسروا الناس، ما تخسروا الناس والله يجب. الليلة حسي ده، حتى الليلة ده ناس همتي وأهل المعاو ومسهلال وأهل المعاو الليلة يا هم يمشوا يركبوا في الدولة بهمجيتهم ده يا هم ضدك. أنا برضو ما بينفع معي، يعني يا يركبوا الدولة دي بهمجيتهم هم دي وتقعدوا وفتحت لهم الأبواب بتاع الدولة دي، جه دخل الدولة وقاعدين وفي النهاية حاولتوا تحفروا بيتي تشيلوهم عشان تقعدوا أنت، تقعدوا أنت. لا أنا ما فاهمين كده، أنا فاهمين الناس اللي قاعدين في السلطة يمشوا وهمتي يمشي والحركات المسلحة دي ذاتها شفت الجاب وقع دي تمشي. ما في حاجة، ما في ليه في الموضوع ده. نجيب ناس نخطهم أي دور يشوف نفسه في المراية دي. أبيته والله العظيم أقسم بالله الذي رفع السماء بالأمر، أقسم بالله كلامي ده أنتم قاعدين تشوفوه هزار، والله ده الكلام اللي حصل في رواني والله جد. أقسم بالله جد. النار ده بتولي من شعره. إحنا ما قلنا نشيل السلاح من فراغ، إحنا ما ردينا على الناس من فراغ الكلام ده. احنا والله اقسم بالله كمان انا حسي قاعد اتكلم معك بكل شفافيه، يمكن انا حسي ممكن اتكلم معك بحجه وبمنطق. والله في زول من اهلي انا اقسم بالله بس لو فتحت قدومك ممكن هو يقدر ياكلك مي. فانا امتص الغضب بتاع اهلي ده، انت بس خليك زول صادق. انا متاكد والله 10 لايفات بس امتص الغضب بتاع اهلي، وممكن 10 لايفات الغضب ده ازيده ثاني شفته مرتين، اثنين جبل. اخليه يفرق عديل من النار. الليله حسي ان احنا الناس اللي قاعدين في ولايه قرب دارفور الجنينه وفي دارفور عموما قلنا يا جماعه ثاني ما في حاجه اسمه طلقه. طلقه دي مثلا الادارات الاهليه بتجي تقول يا اخي تقول طيب في واحد هنا المهم خليه يمشي يجيني راجع. ما في حاجه اسمه طلقه. طلقه دي في ناس ما بيعرفوا انه اي زول زرع تمام في مطر، اي زول زرع يحصد خضاره بمزاجه شهر واحد ليه شهر اثنين.